الارقام الكبيره للنادي الاهلي في البطوله خلت الناس تشعر ان عندها بطل حقيقي، بطل كبير، بطل جدير. مش بس الاهلاويه على فكره، حتى النقاد الرياضيين الزملكاويه الكبار. يعني هلاقي النهارده الاستاذ محمود معروف وهو واحد من الزملكاويه العتاد في الصحافه الرياضيه يوجه تيلكس للنادي الاهلي عموده المعروف، بيقول للاهلي امامكم خطوتين للفوز بكاس افريقيا للمره التاسعه، الخوف كله الخوف من الخطوه الثانيه امام اصحابكم. وبيقول للوداد، طبعا بيتكلم على اصحابكم اللي هو الزمالك، لكن بيقول للوداد المغربي صدمنا في مستواكم امام الاهلي، فليس هذا وداد الامه الذي امتعنا كثيرا وشفناه، الذي رايناه فريق مركز شباب الدار البيضاء. ودي حته بيقول لموسيماني جئت من جنوب افريقيا ونجحت مع اعظم انديه افريقيا وهو الاهلي، وفتحت الباب امام المدرب الاجنبي الافريقي للتدريب بالانديه المصريه. المدهش انه كلما يفوز الاهلي تروح مهاجم الفرقه اللي اتغلبت مستوى وتعبان ليه ما بتحطش في اعتبارك ان الاهلي فرض اسلوبه وفرض سيطرته وفرض يعني شخصيته على ارض الملعب، ولم يمكن الوداد من ان يظهر بالمظهر ده. ما هو هو ده بقى. هو ليه يا جماعه لما الاهلي يعلى قوي يبقى اصل الفريق الثاني ما جاش ليه؟ يعني الاتوبيس عطل؟ يعني ايه ما جاش؟ فريق تفوق في الملعب تفوق رائع جدا، خلى المنافسين نفسهم يعترفوا بده. الطبيعي جدا لما فريق يعلى قوي الثاني هيكون اقل، لانه سبب عدم ظهور الوداد بمستواه ان الاهلي عالي جدا في الملعب. ما هو الاهلي ما خطفش جون ودافع. بالظبط. ده سيطر على الماتش وضيع مره واثنين وثلاثه. لكن البغبغائيه بقى يقول لك ايه اصله ما جاش. معلش يا رب ما يجي على طول اي فريق بيلعب الاهلي. كله ما يجيش. ما يجيش وهم في الملعب، هم حرين. يعني يستطيع الاهلي انه محدش يجيله. انت حر. انما هنقعد بقى كل ما الاهلي يكسب نقول الفرقه ما جاتش والفرقه جت ومركز شباب، ما الفرقه دي كلها هي اللي لعبت. محمود معروف قال لك اعظم نادي في افريقيا. الله. هو ده مش اللي لعب الفاينل السنه اللي فاتت وكان صحيح اتسرق؟ بيقولوا يعني